يتقدم تنظيم داعش في سوريا والعراق يوما بعد يوم إلى الحد الذي يتبادل فيه السيطرة على مدن سورية وعراقية مع الأمن وقوات البشمركة، مثلما استولوا على أكثر من ثلث مدينة كوبان السورية على الحدود مع تركيا، إذ أخفقت الغارات الجوية الأمريكية في وقف تقدمهم، بينما تتابع القوات التركية الموقف عن قرب دون تدخل. وأفادت تقارير حقوق الإنسان أن تنظيم داعش منع المواطنين من العبور والدخول إلى الأراضي التركية إلا بعد مراجعتهم للتنظيم واستلام وصل منهم يسمح لهم بموجبه بالدخول إلى الأراضي التركية، وذلك في خطوة من التنظيم لتشديد الإجراءات على الحدود السورية التركية ومنع عناصر التنظيم غير الراغبين بالبقاء في تنظيم داعش من الهروب إلى الأراضي التركية أو العودة إلى بلدانهم. داعش التنظيم الذي توحدت دول أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط لمواجهة أخطاره دفع حكومات العالم إلى القيام باستعدادات قوية لمنع اختراقه أمنهم واستقرارهم خوفا من زعزعة الأمن القومي لبلدانهم.